عايز اتكلم على لقطه مهمه جدا في المباراه، لقطه عصام الحضري لانقاذه الهدف. اللي بيعمله عصام الحضري، انا بصوا يا جماعه، الراجل ده عنده 45 سنه، عارفين يعني ايه الرشاقه والمرونه وانت 45 سنه؟ ده في بعض الحراس عندهم انا مش عشان ما حدش يزعل مني، بعض الحراس عندهم 25 ولا 26 سنة وتتفرج عليهم وموجودين، ما بيروحش، ما عندوش الخبرة في لعبة زي دي يروح في المكان ده. لأن الطبيعي عصام الحضري بيجري على الزاوية دي، اسألوا أي حارس واسألوا أي مدرب حراس، أصعب حاجة في الدنيا عكس الاتجاه دي، صعبة جدا. هتقول لي في إيده، هقول لك لا، ما هو كان واقف على العارضة التانية، اتحرك خطوتين ويشيل عصام الحضري. عصام الحضري واحد من افضل حراس مصر في التاريخ، بل الافضل. عصام الحضري تاريخ ما بعده تاريخ، انجاز ما بعده انجاز. فرحت شعب من ضمن اللعيبه اللي تستحق الاشاده عشان نقول كلمه الحق. عصام الحضري في السن ده 45 سنه بيشيل لعبه زي دي، صعب قوي، صعب قوي في السن ده. انا بكلمكم انت عندي 32 سنه، خليني اكلمكم بصراحه اكتر. 32 و33 سنه ده بيبقى سن الخبره اكتسبت، هتقف فين؟ لكن مش 45 سنه للامانه، مش 45 سنه. الرشاقه بتقل والمرونه بتقل، لكن بتقدر تتحرك بالخبرات بس، وانت 33 او 34 معدلات الجري بتقل، لكن 45 ايه الاعجاز ده؟ ايه الاعجاز ده؟ انت مش السد العالي يا ابني، انت عظيم. عصام الحضري، شكرا عصام الحضري، انت وكل اللعيبه الرجاله فرحتنا، اسعدتنا. ودور القائد، حتى لو عصام الحضري مش هيلعب، دوره في المعسكر اللي اتعلمه في حياته بينقله للعيبه الصغيره. والغريب في المنتخب معدل الاعمار هتلاقي تفاوت كتير جدا. فمن هنا عصام الحضري انت اسطوره، اسطوره ببطولاتك بانجازاتك باللي انت بتعمله داخل الملعب، حاجه تشرف، حاجه تفرح. عشان كده الرمز والنجم، ومش بالكلام، لو النهاردة أسرة عصام الحضري هتبقى فخورة بيه ازاي على مدار التاريخ، هتبقى فرحانة بيه ازاي على فكرة. والشعب كمان كله بنتكلم في واحد عنده 45 دخل على 46 سنة، ده يا جماعة، ده بجد هي دي الروح، وهو ده اللي عاوز حاجة في البلد دي ويوصلها يوصلها. اسألوا الحضري، اسألوا الحضري واسألوا غير الحضري. اللي عاوز هدف وتحطه قدام عينيك عشان توصل له هتوصل له. ما تنظرش، ما تتكلمش كتير، مش باللي قاعد على الفيسبوك، مش بالصفحات المضروبه تقعد تشتم ده وتهاجم ده وتنظر وتفكر نفسك اللي انت مؤثر قوي. مش كده، اللي انت تختار مجال او فكره او مهنه وتشتغل عليها عشان تنجح فيها. في شباب كتير بيشتغل وبيتعب ربنا بيديله، عشان كده هي دي النماذج المشرفه. مع لعيبه كتير، مع لعيبه كتير تعبت. انا ما اقصدش، انا قلت لكم هتكلم بشكل مختلف لحاجات لازم تترسخ في مجتمعنا، واللي انا بعرضه ده من روح لانتماء، لرجوله، لجدعنه، لحلم، لتحدي، لاراده، لحلم شعب. كل ده شفناه في مباراه واحده ولسه